مساء الخير والفل والسعادة على كله هو وكله هنا بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من أيامنا من هو هنا على شاشة قناة المحور. هنكون مع حضراتكم ساعة من دلوقتي متحمسة جدا 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 لحلقة النهاردة. هنقول فيها إيه؟ لكن مرموري ودمزي أخباركوا إيه؟ إزيك يا نرمو؟ الحمد لله تمام. كله حل؟ كله تمام. وأنا أكيد برحب بكل اللي بيشوفونا دلوقتي على شاشة قناة المحور وحلقة جديدة من هو هنا إن شاء الله تعجب حضراتكم. نسلم على ميرو. إزيك يا ديمو؟ عاملة إيه؟ إزيك يا نرمو؟ إزيك يا مرمور؟ طبعا في البداية بسلم على كل مشاهدي قناة المحور في كل مكان. النهارده يوم جديد وقعدة جديدة من قعداتنا فهو هنا. إن شاء الله النهارده حلقتنا كلها تعجب حضراتكم. نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الإتيكيت. إيه رأيك يا نرمين في موضوع النهارده؟ بس هو مش اتيكيت الاتيكيت اللي الناس عارفاه. احنا خلينا نقول ان انا زي ما كده قلت في البدايه ان انا متحمسه قوي للحلقه دي، لان الحلقه دي فيها كده كولكشن كده لطيف جدا بجد هيهم كل الناس زي ما انتم متعودين معنا. هي المواضيع كلها بتهم كل البيت المصري، فن التعامل مع الاخرين، سواء بقى مع زميل، مع شخص جديد انا مرتبطه بيه، سواء مع اخ، سواء مع اخت، في الحياه عموما. خليني اقول ان الموضوع ده برضو الناس ما بتبقاش فاهماه. ممكن انا داخل على شغل جديد فمعايا زمايلي انا ما اعرفش اتعامل معهم ازاي، فاعتقد ان ده موضوع مهم. انا بشوف ان النهارده ان ده موضوع مهم جدا، لان انا بشوف ان في ناس بتبقى ناجحه جدا خريجي كليات قمه وبيبقوا يعني ناس كويسين جدا ومتربين جدا ومن عائلات محترمه جدا، وللاسف ما بيكونش عندهم فن التعامل مع الاخرين. بنتكلم بقى النهارده كمان عن الحياه المهنيه. في ناس كتير قوي بتبقى زي ما بيقولوا معاها شهادات كبيره ومعاها اكسبيرينس عالي جدا ومعاها سي في محترم، لكن ممكن لقطة صغيرة جدا بيقولوا عليه بقى الاتيكيت اللي هو فن التعامل بين الأطراف أو بين بعض، ما بيكونوش عندهم الخبرة دي. وفي ناس للأسف ما بيكونوش عندهم قدر التعليم ده، بس بيبقى عندهم فن التعامل أو اجتماعيا بيكونوا شاطرين جدا فبيبقوا نشوفهم ناجحين قوي. فدي نقطة مهمة قوي، لأن في ناس بتبقى للأسف بتفشل في التعامل مع بعض. في ناس ما عندهاش الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي ازاي هتعامل؟ عندنا ذكاء اصطناعي بس الحقيقة خصوصا بيئة الشغل. بحس موضوع التعامل مع الناس ده بيبقى حساس جدا، بالذات اني اكون صداقات وابتدي اثق في الناس ونبقى اصحاب قوي في الشغل. انا ضد الموضوع ده، انا مع ان احنا نحط حدود لزمايلي اللي معايا في الشغل. بصراحه هنا مش حاطين اي حدود خالص على فكره. بس انا باللي بسمعه برضو، انت اكيد بتسمعي، انا اصحابي بيشتغلوا وبشوف المشاكل اللي بتحصل معاهم. ما تثقوش في اي حد، يعني مش اي حد نكون بنتعامل، انه كلنا جايين من بيئه مختلفه، كلنا مختلفين. انا الكلام ده اقول لاي حد غيري، انا بص والله العظيم لا اشوف اي حد شكل نفسك، اشوفه ربع ساعه لا 10 دقائق انا خلاص حبيته الشخصيه دي او ده انا وثقت فيها جدا. انا بقعد ابص لها وبطلع بقى كل اللي جوايا. لا يعني هي انت عندك مشكله، وبعدين في حاجه بقى، في ناس بتغلط وبعد كده بتتعلم، تلاقي السنه الجايه اتعلمت او مثلا المره اللي بعديها اتغيرت شويه. لا نرمين مدار العمر كله هي مش عارفه تصدق الواقع. لا بص يعني انا وانا صغيره كانت مامي دايما تقول لي ايه، افترضي سوء النيه في الناس الا ان يثبت العكس. قالوا لا انا كده ازاي؟ لا انا دايما لا انا عكس، انا بفترض دايما حسن النيه الا ان يثبت العكس، اكون اتبهدلت واتمرمط وبعد كده الحياه تثبت. والله ده مامي عندها حق يعني. طب عشان كده هيكون معانا دكتور، هيكون معانا النهارده خبيره الاتيكيت شريهان الدسوي، وتقول لنا بقى بخبرتها الكبيره ازاي نتعامل مع الناس خصوصا في الحياه المهنيه وكمان في الحياه الشخصيه وكمان في الحياه يا جماعه العاطفيه. الرجاله اللي بيتعاملوا مع بنات او ستات، والستات اللي بتتعامل مع رجاله سواء في الحياه بقى العاطفيه او مخطوبين لسه او لسه مرتبطين او مقبلين على الجواز. في حدود يا جماعه، انا بشوف ان في حدود، والحدود دي مهمه جدا. وفي اتيكيت كده في التعامل ده بيتجنب او بنخلينا نتجنب مشاكل كتير جدا ممكن تحدث في العلاقات. خلي بالك المشاكل اللي بتحصل في الشغل دي ممكن تخلي يتاثر الواحد وتخليه يفقد الشغف ناحيه شغله. فازاي بقى نحافظ على الشغف في الشغل ده؟ نرمين ازاي بتعملي ده؟ مش عارفه ازاي بتعملي فلوس غير ان احنا كمان صحاب حلوين جدا بالنسبه لك اكيد. طبعا طبعا. بس بجد والله بجد تفتكري بجد ازاي الواحد ممكن يفضل محافظ على شغفه؟ يعني هقول لك بصي، يعني انا بالنسبه لي يمكن انا من وانا دخلت كليه اعلام ولما اتخرجت كان بابايا جايب لي شغل ان انا اشتغل في بنك. انا مش حابه، انا مش حابه ده، انا حابه ان انا اشتغل في المجال اللي انا درسته واللي انا كنت اوريدي حباه، يعني مش عشان دراسه بس، لا ده دراسه وكمان انا بحبه. فاعتقد ان هو ده السر، ان انا اشتغل الحاجه اللي انا بحبها فهفضل محافظه على الشغف ده على طول. حتى لو لان كلنا خلينا نقول ان احنا كلنا في اشغالنا بنقابل صعوبات، بنقابل ممكن زملاء عمل نفسيتهم مش كويسه، بنقابل حاجات كتير. الشغل نفسه يا جماعه صعب. فكره ان احنا نصحى بدري وننزل نروح شغلنا، هي الفكره نفسها مرهقه. فكمان مش هيبقى ده مرهق وكمان جوه الشغل مرهق. فاشتغلوا الحاجه اللي انتوا بتحبوها علشان بعد كده ما تجوش تقولوا ايه
ما انا هسيب الشغل ما وممكن يكون الشغل على فكره كويس. صح يا نرمين، دي نقطه مهمه. احنا برضو زي ما نرمين قالت نشتغل الحاجه اللي بنحبها، لما نروح مكان احنا بنحبه او عندنا شغف لحاجه بنحبها هتبقى نفسنا مفتوحه. ممكن نعدي بقى صعوبات كتير زي ما بنقول، لو احنا لقينا حد مش بيتعامل معانا كويس، ما عندناش بقى فن في التعامل، بس حاجه بتشيل حاجه. بعد كده نتعلم الاتيكيت في فن التعامل، بس اهم حاجه نشتغل حاجه بنحبها. طيب خلينا نقول ان انا هيبقى معايا فقره لطيفه جدا 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 مع دكتور ماجد يوساب مدير إدارة الموارد البشرية، وهنتكلم معاه النهاردة إزاي أنا أفضل لأ عندي شغف في الشغل، وإزاي إن أنا حتى لو فقدت الشغف شوية لأ إن أنا أقدر أرجع الشغف ده مرة أخرى. فتابعونا إن شاء الله فقرة يعني تعجب حضراتكم. وفقرتنا الثانية هيكون معانا الأستاذة شريهان دسوقي خبيرة الإتيكيت، نتكلم عن فن التعامل مع الآخرين. وطبعا فقرتنا الأخيرة فقرة المطبخ، هنعمل لكم أكلة سهلة وسريعة تقدروا تحضروها في البيت في وقت قصير جدا. وبس كده نطلع فاصل بقى عشان نبتدي حلقتنا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل بقى حلقتنا معاكم. فهو هنا الحقيقة كلنا لما بنبقى داخلين على مجال شغل جديد بيبقى عندنا كده حالة من الشغف والحب للشغل، وبيبقى فعلا عندنا انتاجية ان احنا بندي كتير جدا في الشغل، فده بيؤدي كمان ان احنا بننتج كويس فأكيد بننجح في شغلنا. لكن للأسف انه ممكن بعد فترة بنحس بحالة من الرتب تبقى فيه رتابة وفيه ملل كده، ما بنبقاش عندنا طاقة ان احنا نروح الشغل، ما بنبقاش عندنا طاقة ان احنا ننتج. طيب نعمل ايه علشان ما نوصلش بقى للحالة دي؟ لانه للأسف زي ما انا قلت حتى لو احنا بنشتغل شغل احنا بنحبه، بس بعد فترة الواحد بيحس بحالة من الملل. نعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه من ضيفي اللي منورني النهاردة دكتور ماجد يوساب مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. يا دكتور اهلا بيك. اهلا بيك نرمين، منورنا فوقنا. ده نورك، زي اخبارك. يعني زي ما انا قلت كده احنا في الاول بيبقى عندنا حاله من الشغف ويعني متفائلين جدا، بس بعد فتره لان اللي بتعمله النهارده هو اللي بتعمله بكره. فخليني اسال حضرتك ازاي ما اوصلش للحاله دي من انا ما بيبقاش عندي حاله من الملل والرتابه في الشغل؟ خليني اقول لك بس على حاجه في البدايه خالص، انه يعني اصلا شغف. كلمة شغف لمعظم الناس لما تسألي يعني ايه؟ يعني ببقى اما مبسوط او ببقى عايز اروح الحاجة اللي انا بعملها، يعني زي مثلا اتنين مرتبطين فبيبقى عندهم شغف ان هم يقابلوا بعض. تمام. خليني اعوض عن كلمة الشغف دي بحاجة تانية اسمها الدافع. الدافع. ودي هتكون الطف واوقع. هو ايه الدافع يا دكتور؟ هو ايه الدافع؟ ده في بقى هقول لك على حاجة. دافع مادي اكيد. في كل حاجة، في دافع مادي، في دافع معنوي، في دافع تحقيق الذات، في دوافع كتيره جدا جدا جدا. لكن لو انا مسكت كلمه الشغف بس كده بشكل مجرد، الحقيقه هوصل للمستوى اللي حضرتك بتتكلمي عنه في المقدمه من شويه، اللي هو مع الوقت هشعر بانه في ملل. ايوه. اللي انا بعمله كل يوم هو هروح اعمل اللي انا بعمله كل يوم، ففي رتابه في الموضوع. فمش هحس بان في احساس قوي يخليني انجز واتشيف واعمل انجاز عن اليوم اللي قبله وغيره. لكن لو في دافع قدام عيني طول الوقت، خليني اقول لك على نموذج. حقيقة بنشوف تملي في الافلام والمسلسلات انه رؤساء مجلس الاداره والناس اللي عند في مكتبهم كده بيحطوا صوره معينه، صوره من حد من اسرتهم، حد من عيلتهم، ابنه، بنته. الحقيقه هو بيخلق لنفسه دافع من أجله بيكمل يومه، وطول الوقت لما كيرفه يبدأ يقل لما يبص للدافع اللي قدام عينه ده بيروح مدي أكتر، يزيد بقى تاني. يرجع بقى تاني لإيه؟ لقصتي الأولى. فإحنا مهم جدا يكون في ذهننا دافع هو اللي يخلينا أو يولد شرارة الشغف، لأنه الحياة تملي up and down، طبعا طالع نازل، والضغوط بقى الضغوط الاقتصاديه والماديه والضغوط اللي احنا عايشينها حتى الحياتيه بتخلي الواحد بيبقى فعلا تعبان. يعني بيروح شغله ممكن بيقعد يفكر طب انا هعمل ايه، طب المدارس دخلت او المدارس بقى ايام ما كانت لسه هتدخل، يعني احنا خلاص المدارس دخلت كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب، الواحد بيقعد عنده تفكير دائم، فاعتقد ده برضو بيعمل حمل على الـ على الـ على الـ اللي بيشتغل نفسه. اكيد يعني اكيد الدافع هو البنزين اللي بيولد شرارة الشغف اللي بيخلي العربية تمشي. ايوه صح.
فكل ما البنزين يقل فمحتاج ان انا افكر نفسي بالبنزين طول الوقت او ازود او افول تاني بدوافع ممكن يكون دافع قوي جدا في حياتي ودوافع متنوعه ومختلفه بحيث كل الامور دي كلها المنظومه دي كلها تسند بعضها وتخلق عندي الشغف اللي يخليني طول الوقت متجدد ومتحمس وعايز احقق اتشيفمنت او انجاز كل يوم والتاني بشكل مختلف. طيب ازاي اقدر احدد المجال اللي انا فعلا هيبقى عندي فيه الشغف؟ بصي هي بتبدأ من البداية شوي يعني أتصور تبدأ من الجامعة شوي صح؟ كنت لسه هقول لك إنه حتى وإحنا بنعمل تريننج بتاع لطلبة الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل ده يمكن قبل كده كمان شوية يعني في مرحلة ثانوي بيبدأ من بدري طبعًا قوي طبعًا بيبدأ يشوف هو الكارير بتاعه فين هو حابب يعمل ايه وده حقيقة بيرجع للنموذج اللي في ذهن كل شخص فينا يعني كل شخص فينا في ذهنه نموذج نفسه يكون زيه بس احنا للأسف ان بعض الاهالي هو دكتور انت هتدخل طب انت انا مهندس انت هتدخل هندسة يعني بيبقى في اولاد انا شفت قدام عيني النماذج دي ان مثلا واحد هو جايب مجموعة بس هو مش عايز يدخل طب هو نفسه يدخل صيدلة مثلا نفسه يدخل بيزنس نفسه يبقى هو شايف نفسه أنا رجل أعمال من هو في المدرسة بيشتغل وبيعمل حاجات وبيبيع حاجات فهو شايف نفسه في الحتة دي فأعتقد أن الموضوع برضو راجع يعني لو نرجع بقى بدري شوية أكتر هيبقى الموضوع برضو متوقف على الأهل هو الاتجاه اللي بيحطه الأهل في أذهان الأولاد حقيقة الفكرة التقليدية فكرة موجودة ما نقدرش ننكرها والحقيقة بتحقق نجاحات في بعض الأمور ولكن انا الحقيقه يعني مش هفرح ولا حد فينا هيفرح لو انه دكتور دخل يعني ابنك او بنتك دخلت كليه طب وبقى دكتور فاشل صح يعني او يدخل ويقعد كل شويه يسقط فبتضيع سنين من عمره بالظبط كده وانا الحقيقه يعني في ذهني نماذج كتير جدا من ناس بعرفها اجبروا ان هم يدخلوا كليه طب والحقيقه بقى سقوطهم متتالي والنتيجه في النهايه انه بقى دكتور الحقيقه مش ناجح مش عايز اقول فاشل وبالتالي حياته كلها بقت على المحك عارف يا دكتور احنا عندنا هنا في اخر البرنامج فقره اسمها فقره المطبخ لازم تنورنا كده فيها وندوقك اكلنا مش عارف ليه الفقره دي بنستضيف شيف فود بلوجر معظم الشيفات اللي جولنا الحياه هنا بنسبه 80% او 70% منهم اللي كان مهندس اللي كان طبيب وقال لك انا دخلت ماشي الكليه دي عشان خلاص اهلي ومجموعي و لكن انا عملت شيفت كارير علشان انا ده اللي انا بحبه فانا بجد دي رساله مني لكل الاهالي والنبي ما تضغطوا على اولادكم ما تقعدوش لا لازم يقول لك اصل انا دكتور او انا ضابط او انا مهندس سيبوا الولاد يعملوا اللي هم عايزينه فالتنوع ده في حد ذاته انا بتفق جدا معاك في ده التنوع نفسه في حد ذاته في المجتمع نفسه مفيد طبعا وبعدين انا الحقيقه لما يكون عندي شيف ناجح ومحقق ذاته وقادر يدخل إنكم محترم وقادر كمان إن هو يستمتع باللي بيعمله أفضل مليون مرة وبيدي في اللي بيعمله يعني هو بيدي يعني إحنا كمان بنستمتع طبعا بيحقق قيمة صح لنفسه والناس التانية فالحقيقة ده أفيد بكتير جدا للشخص والمجتمع فحلو إنك تكون عندك تارجت إنك ابنك يدخل طب أو هندسة أو غيره أو غيره أو غيره اوكي بس اديله مساحه هو يختار الاتجاه اللي هو عايز يختاره لانه هينجح فيه لانه هيبقى قراره وهو اللي هيقاتل من اجله صح مش هيبقى قرارك لانه بقى لو بقى قرارك انت هو عادي بابا عايزني ادخل الطب فخلاص وهقعد هيبقى فيه لوم كبير جدا على الاهل طيب كاميرا هو وهنا نزلت الشارع وسالت الناس وانا عارفه الردود والله من قبل ما نشوف التقرير ايه الحاجه اللي بتخليك تصحى كل يوم وتروح الشغل تعالوا نشوف كلنا عارفين كلنا عارفين يا جماعه بس ما تيجوا نشوف تعالوا نشوف يلا الحاجه اللي بتخليك تنزل تشتغل اكيد لما افكر في مصاريفي واتعب حياتي اكيد لازم طبعا اروح على الشغل على طول حبي وكاريري وتحقيقي لذاتي يعني عشان نعرف نعيش بس نعرف نجيب فلوس نعيش ولادنا ونجيب لهم اللي هم عايزينه بس ما بحبش قعده البيت محتاجه فلوس في مصاريف في اكل عيش في اسره صح فعلا الواحد مسؤول عن حاجات ان انا حابب اللي انا اسعى وحابب اللي انا اتعين وحابب اللي انا بحب الشغل انا راجل بحب الشغل بتاعي اني ما اعتمدش على حد اعتمد على نفسي بنزل اشتغل لان عندي طموح في شغلي وعندي طموح بالنسبه لاولادي وابقى قدوه ليهم المسؤوليات وامتى
انت بتفكر تستقيل من الشغل، هل في الفكره دي بتجي لك وبتجي لك كم مره في الشهر؟ عندي حلمين، حلم اني اروح اوروبا وحلم اني ارجع مصر، وهستقيل يوم ما الحلم التاني يتحقق اني ارجع لمصر. في اي شغل في الدنيا في عواقب وفي عراقيل وفي كل حاجه، اوقات تلاقي حاجات مش حلوه، بس مش ده الشيء السلبي اللي يخليك تسيب الشغل. زمان زمان وانا صغير وانا لسه شاب صغير كنت ممكن افكر استقيل كتير كتير كصاحب شركه، كتير انا عاوز استقيل من شركتي نفسها كتير، لسه افكر فيها الصبح. ما بفكرش ان انا استقيل خالص لان انا بحب شغلي. وقت ووقت يعني، حبه كده وحبه كده، بس انا حابب شغلي يعني. ممكن نهائي استقيل من الشغل ده شيء مستحيل، عشان هعيش ازاي؟ هحقق ذاتي ازاي؟ وهأمن اولادي ازاي؟ يعني شوف احنا عارفين الاجابه، اكذبوا يا جماعه شويه، اكذبوا في كاميرا وتلفزيون، اكذبوا عشان مديرينكم في الشغل يعني. لا يعني بجد خلينا نقول ان معظم الناس هو الدافع، الدافع المادي. بس انا والله في ست سيده كده كبيره شويه بتقول لك لا انا عندي عايزه احقق ذاتي وعايزه وعايزه وعايزه، وست تانية قالت انا ما بعرفش اقعد في البيت وفي نفس الوقت عشان الفلوس. كل شفتوا ستات، شفتوا الستات بتشتغل ايش عشان ايه؟ عشان يعني عشان تحقق ذاتها وعشان كمان الفلوس، مش زي الرجاله. رايك ايه بقى في اللي احنا سمعناه؟ الحقيقه هو يعني إجابات كلها منطقية جدا وموضوعية جدا جدا، وكنت لسه حتى بتكلم مع حضرتك في الفاصل انه حتى برغم ان الوضع مش سهل الا انه في جزء ايجابي انه الناس تشتغل اكتر بالزبط. عشان تحقق يبقى منافسة كمان، انتاجية اكتر صح. والحقيقة بقى سوق العمل بقى ثري جدا بسكيلز ومهارات كتيرة. لانه الناس بدات تطور نفسها عشان تقدر تواكب، والانترنت خليني اقول لحضرتك ان يعني في كورسز بتتاخد على الانترنت، يعني مش لازم انزل واروح واجي، لا في حاجات سواء كورس مثلا لغات، كورس كمبيوتر، كورس الحاجات. انا يمكن عشان ابني في بيزنس ففي حاجات بتتاخد اونلاين، انا شايفه ان الحاجات دي برده مفيده جدا لسوق العمل بقى بعد ما يتخرجوا الولاد ان شاء الله ويجوا يشتغلوا. في حاجات هي بتتاخد من البيت ومش مكلفه على فكره، يعني من الواقع العملي اللي انا بشوفه كل يوم في حياتي العمليه بنسبه كبيره جدا. الحقيقه التنافس في سوق العمل بقى تنافس بشع. والحقيقه انا عايز اوجه رساله كمان للشباب من هنا، انه ما تستناش تشتغل رئيس مجلس اداره من بعد تخرجك. ايوه والنبي يا دكتور، عشان انا الموضوع ده بعاني منه مع ابني، هو فاكر ان هو هيتخرج هيشتغل هيبقى في صاحب مكان، يعني في منافسه غير عاديه والفرص مش كتيره، لكن حقيقه موجوده للشخص اللي بيجتهد في انه ياخد الفرصه اللي هو عايز ياخدها. ومش شرط يا دكتور، عشان برضو الشباب والولاد والبنات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ما تبصلناش احنا بناخد كام دلوقتي، احنا عندنا كام سنه وانتوا عندكم كام سنه. للاسف هما بيتخرجوا عايزين يبداوا من حيث ما احنا انتهينا. لا ده مستحيل، احنا انتهينا ابتدينا من قد ايه؟ ده مستحيل صح، لان الحقيقه الكام ال 10 سنين ولا ال 20 سنه ولا ال 30 سنه اللي تقضوا في كفاح ما تختزلهمش انت في قصة تحكيها على الكنبة في 10 دقايق صح، لأنه فيها كم من المعاناة وتضحيات والمآسي والبكاء والضحكات وغيره 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 اللي خلاني النهاردة واقف في مكاني أيا كان مكاني فين صح. فالحياة حقيقة مش سهلة، الحياة محتاجة مجهود وتعب. ما تتصورش ان في يوم من الايام انت هتشتغل بمجرد تخرجك هتشتغل رئيس مجلس اداره او صاحب شركه او صاحب بزنس، الا اذا كنت حضرت لده من بدري، فده برضو بياخد وقت طبعا. ونرجع لموضوع الشغف اللي ليه علاقه بمساله انك تحقق الهدف بتاع الاتشيفمنت بتاعك او الهدف بتاعك، انك لازم تجهز نفسك لسوق العمل. طيب انا خليني اقول لحضرتك، انا طبعا عندي كلام كتير بس هو وقت الفقره، انا والله لازم اتخيل ازاي يا استاذ حسين، ازاي الكلام ده، الوقت الفقره بيقرب يخلص. لكن خليني اسال حضرتك، انا مثلا بشوف يعني انا عندي بنت اختي بتشتغل في احدى البنوك الكبيره الحلوه، هي مش حابه وكل شويه تقول لك انا هسيب الشغل، ده نموذج انا شفت منه 3-4 قدامي اليومين اللي فاتوا، انا مش عايزه، انا ما بحبش، انا مش بس بنقعد نقنعها انه لا وده المستقبل، ممكن يكون السالري دلوقتي قليل شويه لكن بعد شويه هتكبري في مجال شغلك ويجي لك فلوس، لان الولاد خلينا نبقى متفقين سواء ولاد صغيرين او كبار هم دماغهم كلها دلوقتي في الفلوس.
ازاي اخلي يبقى عندهم شغف تاني؟ هم خلاص وصلين لحاله ممكن يكون المدير مثلا بيغلش شويه، المدير بيزعق شويه، المدير بيخصم شويتين ثلاثه، فازاي انا اخلي وعايزه كلامي يبقى للولاد وكمان كلامي لاصحاب العمل؟ خليني اقول لك على حاجه نرمين، انه الحقيقه تراكم الخبرات. يعني اللي بيقول مثلا انا هسيب الشغل، انا مش حاب، انا مش لاقي شغف، انا مش لاقي، انا مش عارف ايه، انا مش لاقي نفسي في المكان ده، انا مش لاقي نفسي. الحقيقه انه لما هيجرب يسيب شغل ويخش شغل تاني ويعرف انه ذا سيم سيم، يعني الاثنين شبه بعض زي بعض، وكل الكاركتر اللي بيشوفهم في حياته كمديرين وستاف وغيره هو هو باختلاف الاشخاص والاسماء والاشكال، هيكتشف انه ده هي هي. طب افضل نعرفه يا جماعه احسن من ما نعرفوش. طب فين الشغف؟ يعني الحقيقه الشغف ما بيجيش من بره. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انك مهما تقولي لها وتنصحيه وتقولي له مواعظ وتخبرات شخصيه منك او غيرك او هو مش هيسمع. عشان كده احنا بنسيب احيانا كتيره جدا الناس تجرب علشان خاطر بعد كده لما تجرب وتيجي تكلميه عن اللي جربه يبقى امر هو لمسه بايديه. الشغف ما بيجيش من بره، الشغف والدافع بيجي من جوايا انا، من جوه الشخص نفسه، من جوايا انا. في حاجه بتخليني اصحى من النوم بسرعه قبل الساعه 8 لازم اكون في الشارع او اكون على مكتبي. هو ده الدافع. دافع بقى ابني، دافع بنتي، دافع تحقيق ذاتي. بس خليني اقول لحضرتك على ان انا عايز انجح، صح، في منصب عايز اوصل له. بس مثلا يعني اي واحد يعني طبعا كلنا خلينا مش هنتكلم كلام تلفزيون ونقول لا والله اصل الفلوس، لا الفلوس مهم وكلنا بنشتغل عشان الفلوس، اللي عنده ايجار واللي عنده اقساط واللي عنده مصاريف مدارس عندنا حاجات لازم طبعا. لكن خليني اقول انا شخصيا انا هتكلم على نفسي، انا لما بسمع كلمه حلوه من مديري او رئيسي في الشغل انا ببقى مبسوطه. يعني انا طبعا كل الشكر والتقدير للاستاذ عمرو الخياط رئيس قناه المحور، انه بجد لما بيقول لنا كلمه حلوه انا ببقى مبسوطه. فده دي يعني دي رسالتي لكل اصحاب العمل بجد، شجعوا اللي عندكم. يعني لما يعمل حد حاجه كويسه ما تقولش ايه لا انا مش هقول له حاجه عشان ما يتغرش وما يشوفش نفسه، والله العظيم ما بيتغروا، بالعكس بيدوا اكتر وبيبقى عندهم حافز اكتر، غير طبعا الحافز المادي. انا تملي اقول الناس ممكن تنقل الجبال في سبيل كلمه او ابتسامه مشجعه. لكن خلينا نفترض انه ما فيش حد بيعرف في يعني وقعت في ايدين مدير ما بيعرفش يعمل الكلام ده. هل ده معناه انك تقعد في بيتكم ما تتحركش؟ لا 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 اكيد لا. عندنا بلاوي متلتله عايزه. برافو عليكي، برافو عليكي. في التزامات الحقيقه هي شراره قويه جدا انك تولد بشكل ذاتي الشغف عندك عشان تنزل من بيتك وتشتغل وتحقق فاليو او قيمه. انا نفسي اجي اشتغل بقى مع حضرتك والله بجد، لان حضرتك ما شاء الله يعني نموذج مشرف جدا للمدير الناجح اللي بجد انا متاكده ان اي حد شغال تحت ايد حضرتك بجد لا يعني شخص أشكرك. بيدي كتير جدا وناجح اكيد. كل جزء اشكرك، انت نورتنا وشرفتنا بجد، واكيد ده مش اول ولا اخر لقاء اكيد للحوار بقيه. دكتور صور. ماجد يوساب مدير اداره الموارد البشريه والتطوير المؤسسي، نورتنا يا دكتور، شرفتنا. تعيش النرمين، ميرسي خالص، فرصايد. يعني رسالتنا الاخيره تاني وتالت ورابع للولاد، يعني حتى لو انتوا الحاجه دي مش بتحبوها بس خلاص هي وظيفه كويسه كملوا فيها، صدقوني احنا جايين لكم من بعيد، واحنا الاهالي بنقول لكم ان هو ده او احنا شايفين هو ده المصلحه ليكم. لرئيس العمل او مدير الشغل، يعني الولاد دول اعتبرهم ولاد صغيرين واديهم كلام حلو، صدقوني بجد الولاد دي او احنا حتى ككبار بنحب دايما نسمع كلام حلو. فقراتنا لسه اكيد مكمله مع حضراتكم لكن بعد الفاصل. هنتكلم عن موضوع مهم جدا النهارده يمكن بيأثر على حياتنا اليوميه سواء في الشغل او حتى الحياه الاجتماعيه، وهو فن التعامل مع الاخرين. يمكن هو اكثر حساسيه في الحياه العمليه علشان دول الناس بقضي معاهم وقت كبير برضو من يومي، ازاي اتعامل مع زمايلي في الشغل، ازاي اتعامل مع مديري او حتى العملاء واكون علاقات ناجحه وتكون مهنيه ناجحه. معايا النهارده خبيره الاتيكيت شريهان الدسوقي، هتكلمنا دلوقتي عن ازاي اتعامل او عن فن التعامل مع الاخرين خصوصا في بيئه العمل. خلينا نرحب بيها وتدينا كده شويه نصايح ازاي اتعامل مع الناس اللي معايا.
ازيك يا شريهان؟ اهلا بيكي حبيبتي. إيه؟ انا سعيده جدا انا معاكم النهارده. واحنا سعاده ان انت معانا النهارده. خلينا نتكلم في الاول ايه هو فن التعامل مع الاخرين. طيب بصي، هو فن التعامل مع الاخرين او اللي يندرج تحت اسم الاتيكيت، هو فن، انا دايما بقول هو فن الذكاء الاجتماعي والوجداني. يعني ازاي انا بتعامل مع نفسي الاول ومع الاخرين. وليه بقول الذكاء الوجداني؟ يعني انا دايما بقول لما اجي اتعامل مع حد او بتكلم، هل الكلمه اللي انا بقولها للشخص اللي قدامي هتاثر فيه؟ هل هتجرحه او هيفرح منها؟ عشان كده دايما بقول لازم اكون عندي ذكاء وانا بتعامل مع كل الناس. انت عارفه طبعا نقطه الذكاء الاجتماعي. يعني أيوة. الذكاء الاجتماعي عشان مش ناس كتير مش فاهمه ان في حاجه فعلا اسمها ذكاء اجتماعي. في ناس فعلا بتكون للاسف ما عندهاش الذكاء الاجتماعي ده، فما بتعرفش تتعامل مع الناس اللي حواليها، ف تبتدي بقى تحصل مشاكل بينهم. ايه الذكاء الاجتماعي؟ طيب هو الذكاء الاجتماعي ما بين قوسين في ثلاث نقاط مهمين جدا. هو اتيكيت المجامله، اتيكيت النقد، اتيكيت الاعتذار. لو انا بعرف اجامل الشخص اللي قدامي صح، لو بعرف انقد الشخص اللي قدامي صح او اعتذر صح، اذا انا هنا عندي ذكاء اجتماعي كبير جدا. تخيل لما انا بقابلك مثلا اول مره، اول ما ابتسم في وشك بقول لك مثلا مجامله لطيفه ليكي وتكون حقيقي، يعني مثلا اقول لك مثلا بلوزي جميل عليكي جدا، انت هتصدقيني ليه؟ لان انت عارفه ان هي فعلا جميله. لاني طبعا احيانا بيكون في شعر ما بين المجامله والتملق. انا ممكن اتملق شخص عشان عايزه منه حاجه معينه او بوينت معينه، فبالتالي بقول كلام بس هو مش هيصدقني بالظبط. اذا انا لما باجي اجامل شخص لازم اقول له حاجه حقيقيه فيه. طب لو نتكلم عن النقد سريعا، دايما بقول يعني في قاعده النقد انتقد الحديث وليس المتحدث. انا وانت يعني تناقشنا في موضوع ولكن رايي مخالف لرايك، هل هتنقديني انا كشخصي وتقولي لا انت فيكي صفات كذا كذا، ولا تقولي عن اذنك الكلام اللي انت بتقوليه لا انا اخالف لك الراي، ونقعد نتناقش بشياكه وبهدوء من غير ما اجرح الشخص. فدايما حتى انا بقول ان الاتيكيت يعني كله مقتبس من الاديان السماويه الثلاثه ومن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فدايما يعني الحديث المشهور ايه؟ الكلمه الطيبه صدقه. قد ايه الكلمه اللي بنقولها وبتخرج مننا مهمه جدا في حياتنا الاجتماعيه وفي تعاملاتنا اليوميه، وبتفرق كتير جدا. انا ممكن كلمه تبوظ علاقتي بناس، وكلمة واحدة تنقلني لمستوى تاني خالص في حياتي، خصوصا في مجال العمل. لو احنا نتكلم النهاردة عن مجال العمل، في ناس تقولك ما تكونيش صداقات جوه الشغل، خلي المعرفة سطحية جدا، ده بيعمل مشاكل قدام، ما ينفعش تثقي قوي في الناس او تحكي لهم اسرارك. هل حضرتك مع ده بقى ولا ضده؟ طب انا هقولك يعني بطريقة علمية الاول بعدين هقولك رأيي ايه. ماشي. بصي، هي في المدرسة القديمة في يعني في الشغل كان دايما ايه، لما يبقى في مثلا مستشفى او مصنع او مكان في تدرج وظيفي كان دايما يمنع نكون الموظفين اخوات او قرايب او اصدقاء، لان دايما ده لسه بيخل موجود لحد دلوقتي. لا، في وفي الكونفليكت اوف انترست، يعني في وفي، لكن في اماكن تانية تقول لا، يعني مثلا عايزين في وظيفه شاغره ومحتاجين حد يكلموك، ديما انت تعرفي حد مثلا مناسب للشغله دي، انت واثقه فيه، فتلاقي ممكن يكون عايزين تيم ورك مبني ان هم بيحبوا بعض وفي بينهم الفه عشان يقدر العمل ينجح. طب لكن انا من رايي انا دايما بقول في الشغل بالذات نخلي فيه حدود، خصوصا الشغل ما بين البنات والسيدات. انت عارفه احنا مشاعرنا جياشه قوي جدا 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 بجد، مش قصدي أيوة. حاجه، بس فعلا غصب يعني في ناس معينه بتكون نفسيتها مش كويسه، فبالتالي ده بيأثر على الشغل والمشاكل اللي بينا بتبتدي تأثر على الشغل، فالحدود دي مهمه جدا. لا، في بوينت كمان عايزه اقولها، بما انك قلتي النفسيات، دايما يعني بنصح للموظفات بقى السيدات اللي بيسمعوني، يعني دايما وانت في شغلك بلاش تتفخري قوي مثلا باصل عائلتك او بصراع عائلتك، علاقتك مع زوجك وباولادك في البيت، خروجاتكم، الشوبينج، لان انت احيانا ممكن انت بنفسك لتخلقي الغيره ما بين الزميلات الاخريات، فبالتالي هم ممكن يعني انت ما تضمنيش ممكن واحده تعمل معاكي ايه او تاذيكي ازاي، انت مش ضامنه نفسيه اللي حواليك. طب ليه ده موجود بين السيدات بس؟ يعني ليه الرجاله ما عندهمش الحته دي؟ بصي، هو مع الاسف يعني في الزمن اللي احنا فيه بقى بين السيدات والرجال، يعني المنافسات قادره توصل وتحقق اللي هي عايزاه. انا بقول يعني بصي، في الشغل في منافسات شريفه وفي منافسات مع الاسف غير شريفه، لكن انا دايما يعني عشان اوصل لشغلي في ناس ممكن تعمل اي حاجه وتتسلق على اي حد عشان توصل لشغلها. لكن بالعكس، انا لما اجتهد بس في الاخر على فكره بيوصل الشخص المجتهد. يعني دايما حتى يعني يعني في موضوع كنت عارفاه قريب، ان كان في وظيفه كان حد المفروض يترقى وكان شاطر جدا في المستوى الفني والاداري، وفوجئ ان حد تاني هو اللي خد الوظيفه دي. ليه؟ لانه ضعيف جدا في الناحيه السلوكيه والاخلاقيه مع زملائه. اوكي، عشان كده هو ما خدهاش، بيعمل مشاكل كتير وبيضايق ناس كتير، فالناس بتشتكي منه، فقالوا هو لو خد المنصب ده الناس هتتضايق اكتر وهنضايق التيم كله. صح. فشوفي، عشان بس علاقته وحشه مع الناس فقد الترقيه والبرموشن بتاعه، لانه هو مش يعني من ناحيه السلوكيه مش لطيف
او مش عارف اللي هو ميثاق شرف المهنه. حتى دايما انا بقول لك يعني ما بنيجي ندي الشباب الخريجين تدريبات لان هم ينزلوا سوق العمل دايما اقول له وانت بتمضي ورق الشغل بيبقى في ورقه مهمه جدا اللي هي ميثاق شرف المهنه اللي هي اخلاقيات المهنه. مع الاسف الاولاد بيبقوا فرحانين فبيمضوا من غير ما بيقروا. اقول له اقرا وشوف اللوائح والقوانين، انت ممكن تغلط غلط انت فاكره بسيط لكن ده ممكن يعرضك للعقوبه لانك انت ماضي على الورقه دي. ايه بتتضمن ايه يعني حاجه ليها علاقه بالزبائن؟ طبعا دي كلها اخلاقيات اللي هي كل احنا بنسميها المهارات الاتيكيت الوظيفي. انا خلاص دخلت الشغل كده انا وصلت المستوى اللي عايزه؟ لا. انا طريقه بقى معاملتي وطريقه الايمج بتاعي ومظهري وعلاقتي بالناس هي دي اللي بتوصلني. وطبعا لازم اشتغل على نفسي مهاراتي اكيد. انا بتكلم من الناحيه السلوكيه وازاي كمان يعني اتعامل مع يعني لو انا رجل اتعامل ازاي مع الموظفين السيدات ولو انا سيده اتعامل ازاي مع الذكور. وانا عايزه اقول لك اصلا ان يعني الاتيكيت الوظيفي ظهر ليه لما القرن الماضي نزلت المراه لسوق العمل وبدا في احتكاك مباشر بين الرجل والمراه. هنا ظهر الاتيكيت والسلوكيات بينهم ان يعني ازاي عامل زميلتي. ولكن في مقوله بتقول لك ايه ليديز فيرست بس مش في الشغل دايما مش في الشغل بره الشغل لكن في الشغل انا زي زيك بالظبط. يعني ما ينفعش مثلا اتنين واقفين على الاسانسير وانا جايه ومتاخرين وهما جايين قبلي هيقولوا اتفضلي لان انا واحده ست. هما كده ايه طبعا اللي فيه طبعا بصمه يد هياخدوا جزا او ممكن مثلا اليوم ده يبقى مثلا يتاخر فبالتالي ايه لو في بروموشن او في حاجه مش هياخدها انه بيتاخر فمستحيل هيديني انا اطلع مكانه صح. وده من حقه. مثلا انا لو جايه وشايله مثلا حاجه تقيله في الشغل فضلا منه لو هو ساعدني ده فضلا منه وليس امر واجب وليس واجب عليه. لكن انا ما اقولش ايه ده ما عندوش ذوق شوف شايفني ماسكه ايه وما قالش اتفضلي او ان هاتي بدلك انت هنا في الشغل ده من نزلتي حقل العمل انت زيك زيه بالظبط. وعشان كده بقول بلاش حساسيه في الشغل قوي. طب لو انا حد بقى داخل على شغل جديد ادخل ازاي باني شخصيه؟ بصي دي يعني السؤال ده جميل جدا دايما يعني بقول للموظفين الجداد في اي عمل انت داخل فدايما الموظف القديم مش بيبص الموظف الجديد بعين الارتياح في الاول. انا هنا بقى ده دوري انا ده دوري انا اللي انا اكسر الموضوع ده ويبدا اخليهم هم يحبوني. ففي حاجتين يعني ما كنتش بتكلم كتير ورغاي قوي في اول يوم وابقى عايز اعرف كل حاجه بسرعه هيبداوا يقلقوا مني افضل ساكت وباصص وساكت فبرضه هيقلقوا وانت ليه غامض كده وساكت. دايما بقول خير الامور الوسط انا اسال في الحدود تخصصي وبعدين كمان يعني دايما برضه زي ما بقول لك يعني اهتم بمظهري قوي في الشغل الجديد لان الناس بتحكم دايما بالمظاهر وده حقيقي يعني في 55% ده مش في الشغل بس الناس عامه طبعا بالظبط بالظبط يعني في 55% في الشغل بتتوقف على نجاحي في مظهري. انا ممكن اكون شغال في شركه او مصنع في يونيفورم وممكن اكون برضه مميز رغم ان احنا كنا لابسين نفس اللبس نفس اللون لكن يكون نظيف يكون مكوي رائحتي عطره لو انا رجل يكون مهندم الدقن محلوقه الشعر يكون كويس البنت تكون مقلمه الاظافر الشوز بتاعتها نظيفه. الحاجات دي يعني بتهتم بيها قوي وهي في مجال العمل خصوصا وهي جديده انت عارفه كله بيبص. بس في ناس بقى يعني لو انا حد داخل جديد على شغل بتحس انه الزملاء اللي شغالين في المكان ده القدام بقى بيكونوا كده في شله كده مكونين شله اللي هو تحسي بيبقوا واخدين جنب شويه ساعتها انا كمان اخد جنب ولا اخليني في حالي ولا المفروض ان انا احاول ان انا اكسب ثقتهم وابتدي انه اتعامل اخليهم يعني يتعاملوا معايا؟ لا بالعكس ده انا لازم ان انا اتعامل معاهم ولازم اكون بيني وبين نفسي عارف ان هم عندهم حق ان هم لسه مش عارفين خيري من شري وده مكان يعني يعني هم بيسموه مكانهم لان هم قدام انا اللي جاي جديد. فبالعكس انا بطريقتي وابتسامتي البشوشه على وجهي وباسلوبي اللبق وزي ما قلت المجامله بتاعتي دي كلها تخلق نوع من الالفه والود بيننا وبين التيم كله. فابدا يعني تدريجيا هبقى اكون معاهم في نفس المكان. وعايزه كمان اقول في غلطه كبيره جدا بيعملها الاولاد او ما بيخشوا مجال العمل الجداد بلاش اول يوم ان انا خلاص انا اتعرفت عليكي وتعرفت عليهم ابدا اضيفهم على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعي الفيسبوك والانستغرام من اول يوم. ما بتحبش ده صح لان ليه بقى لان احيانا احنا كلنا مختلفين في الثقافه في حتى يعني لو انا مثلا ليا طابع سياسي او ديني او كروي مختلف عن الاشخاص او عن المدير فلما الاقي الناس بتبص لحاجه معينه وهو ضد مبادئه دي هتبقى مشكله عليا انا. يعني صاحب شركه مايكروسوفت العالميه ستيف بالمر قال هيجي يوم هيندم الموظف الجديد ان هو ضاف الناس على مواقع التواصل الاجتماعي من الاول. استنى بس اصبر لما يبقى احنا كلنا بينا ود وحب وبرده في حدود. لو في ناس بتحب حياتها الشخصيه تبقى منفصله تماما عن الناس اللي معاها في الشغل او عن حياتها العمليه بالظبط. لا وفي ناس بيبقى عاملين مثلا ما تجبرش الناس على ده في ناس عامله اتنين اكونت واحد خاص بالاسره وبعيلته وخاص بالشغل
وكمان بيبقى اوريدي في جروب كمان على الواتساب معمول للجروب بتاع الشغل. النهارده في كذا، مين هيجيب، مين هيجي، إيه لو في مشكله حصلت مثلا، حد اترقى عايزين نجيب له هديه. فالجروب ده احنا كلنا بنبقى عليه. حتى الجروب ده تخليه عليه اتيكيت برده، سلوكيات. يعني هو مخصص لحاجه معينه، ان احنا حاجه خاصه بتبع الشغل. ما ينفعش ان انا اجي مثلا كل شويه اضيف البوستات بتاعت الصبح، صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، احط فيديوهات من غير اي هدف ولا الناس، وابتدي ابعت بقى برايفت. لا طبعا، غير لو فعلا في، غير لو في علاقه اوريدي مباشره بيني وبين الشخص. ما احنا مش داخلين نتعرف على بعض، دي مشكله. حتى دايما انا بقول برضو في مجال العمل بلاش العلاقات العاطفيه بين البنات والشباب اللي لسه جداد برضه. ده اكيد. طب دكتور، اهم النصايح علشان اتجنب بقى المشاكل او انه اتفهم غلط وسط زمايلي وفي الشغل، عايزاها كده شويه نصايح للناس. طيب اللي اول شغل حاجه بالشغل الجديد، اول حاجه امنعها هي المقارنه. لو انا كمان جاي من شغل قديم، لا ده انا ايه ده، الشركه دي فيها ايه، ده الديكور الشركه اللي فاتت كانت احلى، ده في البريك كانوا بيعملوا لنا مثلا وجبات، ده كان مثلا في بيدونا علاوات كل شويه. فيبدا المقارنه، انت كده بتبداي تقللي من قيمه الشغل اللي انت فيه. لا لازم، يعني انت عارفه زي ما بقول لك اللسان بتاعنا وكلامنا هو اللي بيجيب لنا المشكله. النقطه الثانيه، انت عارفه ان احيانا انا ممكن ادخل في تيم اكون انا اصغر سنه، هم كبار عني قوي. هنا لازم يكون في نوع من الاحترام، قاعده احترام طبعاً، عشان السن الكبير. هو الاحترام اهم نقطه علشان اقدر كمان اكسب الناس اللي حواليا، هو الاحترام، وكل واحد طبعاً يكون ليه حدوده مع التاني. طبعاً. للاسف وقت فقرتنا خلص، حضرتك نورتيني النهارده. ميرسي لذوقك جدا، نورتيني، شكرا. طب كده كون خلصت فقرتنا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. فهو هنا ودايما كده بنقول وختامه مسك، وجينا لاخر فقره، فقره المطبخ، الفقره اللي كلنا بنحبها وبنستنى. ساعات بنروح مطعم كبير قوي بنطلب اطباق وبيتهيأ لنا، او بنتخيل ان الاطباق دي بتبقى صعبه جدا وما نقدرش نعملها في البيت، ولكن لما بنكتشف او بنعرف المقادير او الطرق اللي ممكن نعمل بيها الاكلات دي، بنلاقيها سهله وبسيطه جدا. واللي ممكن بقى يضحكنا اكتر ان ممكن تكون المقادير دي كلها موجوده عندنا في البيت. ضيفتنا اللي هتعمل لنا الاكله اللي بتكلم عليها ضيفتي النهارده الشيف دينا موسى. اهلا بيكي يا دينا. اهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. قولي لي النهارده هنعمل اكله ايه اللي كلنا لما بنخرج لازم نطلب الاكلات دي وندفع فلوس كتير جدا، واحنا ممكن نستبدل ده ونعمل كل الكلام ده في البيت عندنا؟ هاخد من كلامك واقول ان فعلا ممكن تبقى وصفات كتير، يعني من الوصفات حاجات موجوده عندنا. فراخ موجوده عندي، عندي بصل، عندي شويه فلفل، عندي شويه صوص صويا صوص، بقى دي بقت موجوده الولاد دلوقتي طبعا على طول بيحبوها موجود كتير، فبقت موجوده. نقدر نعمل بيها الاسماء الكبيره اللي احنا بنروح مطاعم وبنطلبها. هنعمل ترياخ ترياكي صوص، والصوص هنعمله في البيت. تمام. وانا بكلمك هنحط الطاسات بتاعتنا على النار. طيب قبل ما نحط الطاسه تعالي ننزل بالمقادير عند على دلوقتي عشان تنزل دلوقتي على الشاشه عشان كل الناس اللي حابين تعمل ده تعمل. فراخ ترياكي صوص هنحتاج طبعا فراخ معانا، وهنحتاج الصوص بتاعنا احنا هنعمله، يعني هنحتاج صويا صوص، هنحتاج معلقتين نشا، هنحتاج شويه ميه معانا، معلقه خل، هنحتاج زيت، هنحتاج فلفل بقى الوان، ممكن تحطي جزر زي بقى الاولاد ما بيحبوا. وهنقدمها مع مكرونه فيتوتشيني، قال يعني هو الاكل الاسيوي بقى، نظبط لهم نكمل بقى بيها الاكله كلها. اللي بيكمل كمان حبه بقى السمسم والجنجر او الجنزبيل، سواء باودر او فريش، يستحسن طبعا معانا الفريش. حاجات سهله وبسيطه وموجوده في كل البيوت المصريه، ممكن نكملها بقى زي ما هي قالت، شويه سمسم هم بقى اللي بيتحطوا على في الاخر كده على الوش، الصوص اللي موجوده دلوقتي في كل البيوت المصريه، الحاجات بسيطة وسهلة. احنا فعلا بنروح مطاعم بنطلب الحاجات دي بأرقام كبيرة، واحنا ممكن نعمل الكلام ده في البيت عندنا. حطينا الزيت مع بعض على الطاسة، لازم الطاسة بتاعتنا جامد قوي يا جماعة. بالظبط كده، عشان اول ما نزل نسمع المزيكا دي. ايوه كده. دينا انا عارفه ان انت بتحبي المطبخ قوي، بتعملي اكلات اللي هي بتبقى صعبه او اللي احنا مش معتادين نعملها في البيت. ده حقيقي. حبك للمطبخ بقى جه امتى؟ وهنحكي مع بعض ايه الاكلات بقى اللي انت حبيتي كمان تعمليها. طبعا كاي واحده بقت مامي فاتجوزت فدبست. ايوه، فالمطبخ هو بقى الحل الوحيد. بس بعد كده خدته عن حب بقى ودراسه. حلو يعني قوي. فلا نحب الحاجه علشان تبقى نعرف نعملها بطريقه حلوه وشيك يعني. ولادك بقى معاكي. قبل ما اكمل بس عايزه نعمل معانا الصوص علشان نحطه على النار برضو. تمام. بصوا بقى التركات، في تركات هنا برضو لازم ناخد بالنا. احنا سخنا طاسه ثانيه بعيده عن الفراخ،
هنحط فيها الصويا صوص بعد ما هي سخنت، ما فيهاش زيت ولا فيها سمنه ولا اي حاجه، وشويه ميه، يعني شويه صويا صوص مع شويه ميه، مع شويه ميه. هحط شويه سمسم، سمسم حاجه جميله جدا، ومعانا طبعا الجنزبيل الفريش، فهحط جنزبيل فريش. طيب هاخد بقى من كلامك هنا يا دينا، قولي لي الجينجر او الجنزبيل ده احنا ازاي بناخده فريش؟ اللي هو بيبقى كبير كده، اللي بنقطعه بنعمله في الكبه بالظبط كده، او ممكن نحطه في الفريزر ونطلع حبه حبه. ده حقيقي، بس لازم يتعمل على طول. ومعلقه ثوم، خلاص، واسيب دول على النار يحصل لهم ريدكشن كده، يعني ايه؟ يعني يتقلوا. لما نحط المكونات دي كلها مع بعض بتتقل على النار؟ هتتقل شويه، تمام، يعني هتتبخر هتتبخر، وبعد كده هحط النشا. خلاص، بس مش هحط النشا دلوقتي. تمام. طيب. الفراخ بتاعتي هديها بقى تقليبه بعد ما حسيت انها ابتدت تستوي، اللون اتغير. لو قلبتها قبل ما اللون ده يتغير هتجيب ميه معايا على طول. لا، وهو اهم حاجه من الحاجات اللي بنقولها دايما ان الطاسه لما بتكون سخنه قوي وبعد كده بننزل الفراخ او اللحم او اي حاجه احنا بنعملها، على طول الميه ما بتنزلش، الانسجه كلها بتقفل، ما بتنزلش ميه خالص وبتستوي على طول. لازم نقلبهاش على طول. ما بنقلبش على طول بالظبط. تمام، اهي ابتدت تاخد لون. تمام، عملتي بقى اكلات زي ما احنا قلنا، قولي لي ايه الاكتر الاكلات اللي انت عملتيها؟ ابتديت بقى بالولاد في المدرسه ان هم لا مش سندوتشات عاديه، لا ميني بيتزا، سندوتشات محشيه، فطاير محشيه. بقى الولاد بقى وامهات بقى اصحابهم او زمايلهم، انت بتعملي، انت ولادنا عايزين نفس اللي بيحصل ده، او نفس اللي بيتعمل. فلقيت الموضوع بقى كبر، حسيت ان في تشجيع من الامهات اللي ممكن تكون بتكلمك، احنا ولادنا شافوا مش عارفه انت معاكي، فحسيت ان في تشجيع من اولياء الامور. بالظبط، ابتدينا نعمل بقى جروبات، طب يا جماعه اوكي احنا نعمل، طب اعملي لنا، طب يعني الولاد يتبادلوا مع بعض. في البيت بقى الاكل بقى اللي هو برضه عايزين حاجات سريعه، وفي نفس الوقت مثلا لو بشتغل او ورايا، مش شرط بشتغل، ممكن عندي حاجات في البيت بعملها او مشاوير مثلا، فلا التجهيزات دي لو عملتي فراخ سلايس وحطيتيها في الفريزر، لو تبلتيها، لو عملت شويه لحمه عصقتها وحطيتها في الفريزر، هاجي من بره عايزين مكرونه بشاميل يا دوب هسلق، وممكن المكرونه اسلقها واشيلها برده في الفريزر. لا ده بصي اقول لك على حاجه، دي لو على المكرونه وعلى سلقها الموضوع سهل، بس المشكله بقى زي ما انت بتقولي اللحمه عشان نسويها نقطع بصل، هي الحاجات دي لو عرفنا في الفريزر بتبقى سهله. لو عرفنا القطعيات بتاعه اللحوم هقدر ان انا استخدم امتى القطعيه دي، عشان عايزه حاجه تسوية بسرعه. صح، دي حقيقه. الفراخ انا دي بتتعمل بالوراك، بس الوراك هتاخد معايا وقت، فانا حبيت اعمل ايه، حبيت ان انا اعملها بالصدور عشان ما تاخدش وقت. معايا بقى هنا هاخد معلقتين ميه علشان احطهم في النشا، في النشا كده. بس هدوب لك انا النشا قبل ما انت تخلصي. يلا هتشتغل يعني؟ انا في البيت المطبخ. لا خدي بالك انا بحب المطبخ جدا 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 يعني، بس انا بقى عندي مشكله. انا من الشخصيات اللي بحب اعمل الاكل التقليدي بتاع الاكل التقليدي، بتاع عارفه جدتي. على فكره كلنا بنشتغل، لا كلنا بنشتغل، لا انا بحب يعني، لا بحب الاكل القديم يعني، فاهمه؟ انا يعني اخري لما اعمل مكرونه وايت صوص فاكره نفسي ان انا سافرت بقى بره يعني، فاهمه؟ يعني خلاص ما حصلتش انا كده بقى. انا حطيت هنا شويه خل، تمام، هحط بس سنه فلفل اسمر. يلا بينا نحط النشا، لان الصويا مش هحط ملح، لان الصويا عليها ملح. تمام. لا وكمان الصويا لازم تكونوا عارفين انها بتبقى حادقه جدا جدا جدا. بالظبط، وناخد بالنا فعلا لان هي الصويا كمان حتى ممكن ما نحطش ملح على الفراخ قوي لانها بتبقى مملحه جدا وحادقه. بص فعلا هي عملت كريمه معاكي زي ما انت قلتي. نقلب على طول. بالظبط، نقلب على طول. احنا ممكن برضه نزود سنه ميه، نزود ميه، نزود ميه على طول. معانا ميه دافيه بقى نزود. حلو جدا. انا بقى ايه عارفه متحمسه قوي ان انا اجرب اكل جديد. ساعات عندي مشكله برضو يا دينا يعني غريبه، انا لما بقعد فقرات كتير قوي هنا وبسجل فقرات كتير وبنعمل اكلات جديده، عندي مشكله انا بنسى كل الخطوات بتاعه الاكل الجديد، عارفه اللي هو حافظ الاكل القديم بس، المحشي والمكرونه بشاميل وصينيه البطاطس والرز بالشعريه، الحاجات دي انا بحبها قوي وبحب اعملها قوي. تمام، بس الاكل الجديد بنساه يعني، ممكن افتكر المكونات بس امتى فين ازاي لا انا ده انساه. يعني ممكن انت كده بترتيبي الاكله في دماغك، انا محتاجه الفراخ تتشوح هحط الفراخ تتشوح، الصوص هجهز الصوص. يعني تقدري وده اللي بيخلي برضو كل الامهات ممكن برضو تنسى او يعني مش واخده قوي على الاكل الجديد.
او ما بتروحلوش قوي. لا والله انت عارفه بقى السوشيال ميديا دلوقتي خلت يعني والولاد بقى مامي انا اكلت كذا او عايز كذا هاخد دي احط. شايفين الفراخ طلعت تحفه ولونها ذهبي وجميله واستوت على طول، لسه ما حطيناش اي صوص عليها. لا ما كانت طاسه برده هنزود سنه زيت كده. اعتقد احنا عايزين البصل صح؟ ايه البصل احط بقى كله. هاخد بس مكعب واحد زبده يديني بس تطعيمه عشان كمان ما نحرقش الحاجه. هنزل بقى بالبصل كده. بصي هي تظبيط النار وتظبيط الحاجه تنزل امتى وتطلع امتى وكده فعلا قوي، خصوصا الفراخ لان برده في ناس كتير قوي بتبقى مستعجله قوي مستعجله، فلما بتيجي تحط الفراخ على طول الفراخ على فكره بتنزل ميه كتير قوي لان الطاسه ما بتبقاش سخنه، فهي دي بتبقى مشكله. الطعم هيبقى مختلف يعني طبعا. على فكره الطعم هيبقى مختلف لو الفراخ جابت الميه بتاعتها والخضار بتاعي دبل. انا مش عايزه عايزه الخضار بتاعي يا جماعه يفضل كرانشي يفضل. ده اللي انا بقوله. انا مبسوطه جدا ان انت حطيتي الوان كتير. انا دايما بقول العين بتاكل الاول. شايفه الوان حلوه، شايفه فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، ودي طبعا من الحاجات اللي بحبها جدا ان احنا كمان نحط كل الحاجات اللي فيها عناصر غذائيه عاليه وفيها بتعلي المناعه عند الاولاد. ده حاجه جميله جدا. وهي برده ضافت ان انا ممكن احط الجزر عشان برده في ولاد كتير قوي بيحبوا الجزر مع الفراخ ومع الفلفل الالوان. بصي بقى انا عايزه بس كده اي حاجه اقدر اكلها نيه ما تاخدش مني سوا على النار. يعني البصل ممكن اكله نيه. لا انا بالنسبه لي بعمل زي كده يعني في الفاهيتا بحط كده قبل ما الاكل يطلع بخمس دقايق عشان عايزه الفلفل يكون بالالوان بتاعته ويكون مستواش. انا بحب اكل كده. انا رجعت الفراخ اهي صح. تسلم ايدك فعلا، طلع الاكل شكله حلو قوي والريحه قبل ما نحط اي حاجه ريحه تحفه. انا الريحه عايزه اقول لكم قلب الاستوديو كله. والصوص بس انا بقى عايزه ادوق الصوص، هو ده اللي احنا مستنيينه. اقول لك بقى عايزاكي تبقى تجيبي معلقه من وراكي سيبي لي شويه طاسه كده ادوقه. حاضر. مش مشكله عادي نمسح بس سيبي لي بقى شويه دول. انا عايزه ايه؟ عايزه حبه بس كده عشان انا دايما بيبقى عندي الفضول ان انا نمسح بس البوتاجاز بتاعنا. مش مشكله ولا يهمك خالص، اهم حاجه ان احنا طلعنا بالاكله الحلوه اللي احنا عملناه. لا عادي كل ده بيحصل، احنا بنتعامل عادي جدا يا جماعه زينا زي اي حد. انت هتعلي شويه صح؟ هو البوتاجاز تقريبا لكل بقى الستات اللي بتبقى متخيله والبنات اللي بتغرق في شبر ميه اللي بتعمل اكلات جديده. ساعات بنبقى بنعمل بعض الاكلات وتلاقي الصوص مسك شويه تقول لك لا الاكله باظت. لا احنا حاجات سهله وبسيطه ممكن بتركات صغيره زي ما انتم شايفين احنا زودنا شويه ميه عشان نخفف الصوص عشان اخف. يعني في ستات عايزه تقل صويا احط نحط شويه تاني. طيب هو البوتاجاز فاصل ممكن نزود زي ما انا قلت ان في ستات وبنات بتغرق في شبر ميه خصوصا لسه متجوزين جديد تقول ان الاكله باظت الصوص تقل قوي الاكله تقلت قوي. لا يعني مثلا انا بعمل بشاميل ممكن تجمد جدا شويه ميه صغيرين بنبقى مجهزين الكاتل معانا ميه سخنه شويه لبن حسب الوصفه اللي بنعملها او الاكله اللي بنعملها بنزود شويه ميه نخفف الصوص. يعني فن يعني مش ضروري ان الاكله تترمي عشان في حاجه احنا مش عاجبانا. لا ممكن بشويه ميه صغيرين بنخفف الصوص ده. انا شايفه ان الـ يعني شكل الاكل تحفه. شويه بقى الحاجات اللي احنا نحطها عسل مع الصويا صوص طبعا شويه سمسم وهنحط برده في الاخر. تسلم ايدك كده. دينا عايزاكي تجيبي لي معلقه ممكن بدل العسل يعني تدوقيني كده. ممكن بدل العسل نحط لا انا عايزه من هناك من هناك. الطاسه تقيله يلا بسرعه. بصوا يعني انا شايفه ان الاكل خدته بقى بالسمسم وبكل حاجه عشان ايه مبقاش حرمت نفسي من حاجه. بصي انا ممكن احط المكرونه معاه او ان انا اروح احط مكرونه كمان. يعني ممكن احط المكرونه على الاكله دي كلها ولا انت يعني بتخليها جنبها؟ احط شويه مكرونه كده. تسلم ايدك يا دينا. واروح واخده شويه مكرونه كده. دي صيني صح؟ كله اسيوي بقى يعني عارفه كل في مطعم اسيوي كل ما هو معرفش هي تايلاندي ولا صيني بس انا الاكله دي لسه بس خلاص الفراخ استوت والخضار استوى والصوص استوى معانا. ممكن ياخد سنه ميه كمان معانا. عايزين زي الاكل اللي باكله بره بالظبط كده. يعني الفراخ تحفه خدت مننا وقت يا جماعه احنا مش مسويين. ما جبناش حاجه جديده قلت لك مثلا دي مش موجوده في البيت. لا كل الحاجات فعلا تقريبا مش يعني موجوده في البيت الا السمسم ده اللي ممكن بس نشتريه. الطاسه عايزه عضلات يا جماعه عشان نشيلها. تقيله جدا صح. الطاسه عايزه عضلات. احنا عايزين بقى سايق معانا من المطبخ هنا عشان يشيل لنا الطاسه. ايوه حد يشيل لنا
احنا برضو يعني لسه الامور ايه اهو بس كده. ممكن بقى تغمقي الصوص زياده، تزودي زياده، مفيش مشكله. وادي الطبق يا دينا، الطبق خلص معانا تحفه كده. شويه حاجه خضره كده معانا، بصل اخضر. انا هعمل الاكله دي النهارده، شجعتيني. هكتبها بقى. انا برضه هروح اعملها وشويه سمسم. والله انا ما اعرفش احنا بنعمل اكلات يعني مكرره كتير بنصعبها على نفسنا. بس يعني طلعت حلوه. احنا بنصعبها على نفسنا. مكرونه حلوه والصوص طلع حلو، اكل اسيوي جميل صيني، نروح ناكله في مطاعم وندفع الوفات. اهم احنا حاجه نعمل طبق قد كده، غير الكميات الصغيره اللي بتجي لنا في المطاعم تبقى قد كده بالظبط. انا لسه بصي شايفه لسه ده ربع فراخ لسه باقي فيه منه، عملنا طبق ده يكفي يعني وجبه يعني بالهنا والشفا. احنا بقى نحط الطبق الجميل ده، هنحطه هناك مكان التقديم على الخشبه اللي هي هناك. أوكي. دي نلم حاجتنا. كفايه اللي انت عملتيه النهارده بجد، تسلم ايدك. دينا كان معايا النهارده الشيف دينا موسى، انت نورتينا وان شاء الله تنورينا في فقرات ثانيه، نعمل اكلات حلوه كده وجديده الله. كمان وكمان لكل الاولاد اللي بيكونوا زهقوا من الاكل التقليدي اللي احنا بنعمله. لا ما يزهقوش. نورتينا ان شاء الله. ده نوركم. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا كلها وكل فقراتنا انتهت، يا رب تكون عجبت حضراتكم. استنونا وحلقات جديده من هو وهنا، اشوفكم على خير في رعايه الله.